في عامين نشر غارات جوية بالبراميل المتفجرة على يبرو. والنظام يجول في السحل ومزارع ريما. مقاتلون أمريكيون يحاربون إلى جانب النظام. في الخاص، ليندا قاصرة تزوجت بإرادتها. أنا ما خبرتهم، دغري رحت مع ديب خطيفة، وأول شيء مش الحال ما بيت، بس رجعت دغري بي قلب، ما بعرف. عمال الغاز يواجهون وزير الداخلية. معالي الوزير رامبو اجا وقال انه بالقوة بالقانون بنسكرها، مش مشكلة القانون، الكل تحت سقف القانون والكل، بس بالقوة ما حدا بيسكر شيء. في النشرة صيام على الانترنت. هيدي شوي صعبة، بس هلا ثلاث ارباع الاوقات بالواتساب عم نحكي قصص خارج السيام. روسيا لن تستعمل القوة في القرم حاليا. محمد ملص يدخل السجن على سلم إلى دمشق. بتسأل بيني وبين حالي، ليش؟ ليش؟ شو الهدف؟ هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل.